اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في توقعات احوال الطقس بربوع المملكه لنهار اليوم السبت غادي تمر سحوب كثيفه مصحوبه بنزول امطار او زخة مطريه فوق سهول المحيط الاطلسي الواقعة شمال الجديده اضافه الى مناطق الريف والحوز وسيس وهدى بالفصفات والماس وغرب الواجهه المتوسطيه وكذا مرتفعة الاطلسين الكبير والمتوسط مع احتمال نزول بعض القطرات المطريه المتفرقه فوق سهول الممتده من الجديده الى اكادير بالاضافه إلى السفوح الجنوبية الشرقية عدا ذلك غادي الاجواء قليلة سحوب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة أما الرياح فغادي تهب معتدلة من القطاع الجنوبي فوق سفوح الشرقية مرفوقة بهبوب زوابع رملية محلية وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية في حين غادي تهب ضعيفة وأحيانا متقلبة عموما فيما تبقى من المناطق بالنسبة لدرجة حرارة الدنيا غادي يتراوح ما بين 9 و15 درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا وما بين 14 و 19 درجة بداخل البلاد وغادي تكون في حدود 17 إلى 22 درجة بالجنوب أما درجة الحرارة العليا فغادي تراوح ما بين 23 و 28 درجة بالمناطق الشمالية وما بين 27 و 32 درجة بالمناطق الداخلية وما بين 30 و 35 درجة بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية بهذا كنختم معكم نشرة جوية كنشكر لكم طيب المتابعة نهار سعيد في أمان الله